أكد مدير مكتب الصحة في مدينة تعز أن المدينة مقبلة على كارثة إنسانية، وذلك للارتفاع الملحوظ في الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لدى المواطنين وخاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر حاجة للرعاية، حيث تتفاقم حالات سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الناجمة عن تلوث المياه والنقص الحاد في المواد الغذائية والصحية جراء الحصار والحرب الدائرة التي تشهدها اليمن. هذا الشهر إلى 12 حالة معنا، من خلال هذه الحالات ثلاث حالات وفيات، وذلك طبعا هذه الحالات كبيرة، وحصل يعني تتفاقم حالات سوء التغذية في تعز يعني الى الأسوأ، الى الازيد يعني لا اكثر. والسبب طبعا في حالات الفقر، في حالات الحصار، في حالات يعني بسبب. وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات وحالات الأمراض المزمنة تزداد يوما بعد يوم، وذلك بسبب قلة الأغذية وضعف الكوادر الصحية والفقر والحصار، كما وطالب الأهالي في تعز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لإيقاف الكارثة قبل وقوعها. يستقبل هذا المستشفى مختلف الأطفال الذين يعانون من الأمراض وخاصة سوء التغذية والتهاب السحايا الذي بدأ بالانتشار هذه الأيام في المحافظة. هناك ما يقرب من 60 حالة إصابة في مرض السحايا، نسبة الشفاء عالية جدا في المستشفى، لكن فيما يخص سوء التغذية هناك كارثة محققة تحدث الآن داخل المحافظة في الأرياف وفي المدينة على حد سواء. من أصل 12 حالة سوء تغذية وصلت إلى المستشفى، توفت ثلاث حالات في الأسابيع الماضية. تقول التقارير الطبية أن من بين كل 12 حالة سوء تغذية تصل إلى المستشفى تموت ثلاث حالات، أي ما يعني بأن الوضع وصلت إلى حد لا يحمد عقباه، وبأن تعز تعيش أسوأ أيام.